صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب الغرباء ويا سيد الشهداء يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت آل عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أفضل نساء الجنة وقال أربعة، ثم ذكر هذه الشخصيات المرموقة المعروفة، فقال قال آسية بنت مزاحم. آسية هي تلك المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا امرأة فرعون. فهذه المرأة كانت قد تزوجت برجل، هذا الرجل وصل إلى في نظر الناس بأنه قال أنا ربكم الأعلى، فأصبح إلها وأصبح حاكما وأصبح ملكا، وهذه زوجته، فهي صارت أعلى وأفضل امرأة في ذلك الزمن. رغم هذه المكانة ورغم هذه الأموال ورغم هذا المكان التي أو الذي وصلت إليه، إلا أنها تركته وذهبت إلى دين موسى. يقال أنها كانت تسرح شعر ابنتها، عندها بنية، فوقع المشط على الأرض فقالت يا رب، فقالت لها البنت: أمّاه أتقصدين والدي؟ قالت: لا، بل هو رب والدك وهو رب موسى. فبدأ طبعا فرعون كان هواية يعتز بيها وما كان يحب أن يأذيها، ولكن تفاوض معها عشرات الأيام، إلا أنها أصرت على دين موسى وأصرت على أنه هو عبد لا حول له ولا قوة، والقوة والحول بيد الله عز وجل. يقول بدأ بتعذيبها لأنه بعد صارت قضية رأي عام، فبدأ بتعذيبها، ضرب الأوتاد بيديها وبرجليها ووضع على صدرها حجر حتى فارقت الدنيا. موسى سلام الله عليه مر عليها وهي بهذه الحالة، فابتسم موسى فقالوا يا نبي الله نراك مبتسما، قال اعلموا أن الله قد استبدل آسية بملك يعذب بدلها. وهي صعدت إلى قاب قوسين أو أدنى وأصبحت في العندية الإلهية. فالنبي يقول ماذا؟ يقول أفضل النساء من أهل الجنة هي آسية. زين، هاي واحد. الأمرأة الثانية منه، الأمرأة الثانية هي مريم سلام الله على مريم. مريم أم ذلك النبي وهو روح الله عيسى بن مريم. هذه الأمرأة
تربت في أحضان نبي ألا وهو زكريا سلام الله عليه، وهي الوحيدة التي جاءها التفويض من الله أن تدخل إلى المعبد وتكون خادمة في المعبد، وبعد وهي الأمرأة الوحيدة اللي ما تقرب إليها زوج ولا رجل. يقال بأن الله أرسل جبرائيل فنفخ في أذيال ثوبها فنفخت بطنها، وإذا بعيسى بن مريم سلام الله عليه. هسه وقع الاختلاف أنه هاي العملية، كل هاي العملية صارت، يعني أن جبرائيل نفخ بأذيال ثوبها وصار عيسى في بطنها، إيش قد هالزمان هذا؟ منهم من قال 6 ساعات، كل العملية 6 ساعات، يعني أنه جبرائيل نفخ وجاءت بعيسى، كل هاي العملية استغرقت 6 ساعات فقط. ومنهم من قال لا 7 أيام، ولكن أشهر العلماء قالوا بأنها كانت حالها حال النساء الباقيات، يعني 9 أشهر، 9 أشهر إلى أن وضعت من؟ وضعت عيسى سلام الله عليه. وطبعا وضعته من دون زوج، شايف انت بعد الأعداء بدأت، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا التفويض، يعني هي ماذا؟ ما اعترضت ولا خافت ولا ترددت، ثم جاءت ماذا؟ جاءت إلى القوم وأشارت بيدها إلى ولدها بأن حجة البراءة عند ذلك المولود، وإذا بذلك المولود ينطق: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بعد هنا الحجة جاءت، ما استطاع أحد أن يتكلم مع مريم سلام الله عليه. زين، هاي الشخصية الثانية، أنا قاعد أمشي على السريع لأن عندي كلام في شخصية من الشخصيات الأربعة. أما الثالثة وهي خديجة سلام الله عليها، تلك الأمرأة المظلومة، مع الأسف التاريخ ظلم هذه المرأة. أنا يوم من الأيام أسمع برنامج، البرنامج هذا بدأ أيام في شهر رمضان، أخذ 20 يوم يتحدث عن نساء النبي وركز على نساء النبي، لما وصل إلى خديجة ما أخذ أو ما أعطى لخديجة إلا 10 دقائق فقط، بالعلم أن خديجة كانت أفضل النساء رغم وجود أم سلمة تلك الأمرأة الجليلة الموالية لآل محمد، ولكن ماذا؟ ولكن خديجة كانت الأفضل. يوم من الأيام الرسول يدخل إلى بيته، يجد الزهراء جالسة ودموعها على خديها. بنية ما الخبر يا نور عيوني؟ كانت هواية عزيزة على قلبه. قالت: شاهدنا هنا أبا يا رسول الله، إن واحدة من زوجاتك قالت لي إن أباك كان يكره أمك وأنها كانت كبيرة. تقول فكسرت خاطري بهذا الكلام. النبي ايش قال لها؟ قال: بنية إذا رجعت بهذا الكلام ونطقت بهذا الكلام فقولي: الحمد لله الذي جعله ذرية محمد من خديجة. ثم قال لها: بني يا فاطمة اعلمي لا أن قلبي لا يملكه إلا شخص واحد وهي خديجة سلام الله عليها. شوف لاحظوا العبارة شلون، لأن خديجة بدأت مع النبي بأول مراحله. شايف إذا واحد اليوم يعتز بزوجته، خاصة إذا كان أصيل يعتز بزوجته، لأنه إذا بدأت بمراحل حياته من البداية وياه، من البداية وياه تشوفه يعتني بها، يطوف لها الكثير. لماذا؟ يقول: هذه امرأة كافعت معي منذ البداية. لاحظوا شلون، فخديجة سلام الله عليها ماذا؟ انها كانت مكافحة مع رسول الله، وإلا أن خديجة كانت على أبوابها
تقف العشرات من الرجال التجار من كبار العالم يقفون يطلبونها للخطبة، كانت ترفض لأن هي امرأة عقلها عقل تجاري، وامرأة ماذا عقلها كبير، فما كانت انه تطوف عليها اي كلام او ماذا او انها تنعجب باي رجل، كانت عندها ماذا اوصاف، وكانت امرأة تعد الشخصية الثانية بالغنى، وكانت تتعامل رغم الفساد، شوف رغم الفساد في مكة الا انها ما كانت انه تسمح بدخول الحرام الى مالها، يعني ما كانت تتعامل بالربا، كانت تتعامل بالمضاربة. شو المضاربة؟ ان اعطي مالا ولشخص والشخص عليه ماذا القوة الجسدية، يسمونها مضاربة، يعني انا انطيك مال واقول لك روح اشتغل به ولك ماذا ربع الربح ولي ثلاث ارباع، لك ثلث ولي ثلثين، يقول هاي يسمونها مضاربة لا اشكال فيها، حتى اليوم عندنا، حتى اليوم عندنا في الشريعة لا اشكال فيها. زين، خديجة كانت تتعامل بهذا النحو، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمره 25 سنة اجى يضارب باموال خديجة لما كان جالس عند عمه ابو طالب سلام الله عليه ناصر النبي، اجى طرق عليها الباب وقال لها يا خديجة انا راغب بالتجارة، قالت نعم، اولا انت من الاعيان وانت الصادق الامين وكذلك اهلك ماذا يشار اليهم بالبنان، فانا ارحب بك حياك. يقول اعطيتها بضاعة، ومو بس بضاعة، اول مرة تعملها السوت، ارسلت خادما اسمه ميسرة مع النبي، قالت له يا ميسرة هذا من عائلة معروفة وهذا يسمونه الصادق الامين وإلى مكانة واحترام، فانت امشي وياه ساعده. يقول ميسرة مشينا احنا، وصلنا الى مكان كانت هناك شجرة، يقول النبي قال لي يا ميسرة دعنا نستريح، خلينا شوي نرتاح. يقول سبحان الله، جلس هو تحت تلك الشجرة تحت ظلها، واذا برجل راهب خرج من صومعته وجاء ماذا مهرولا يقوم ويسقط على وجهه، اجى الى ميسرة سئل قال له يا هذا ما اسم صاحبك هذا؟ قال اسمه محمد. ولكن لماذا تسأل؟ قال أسأل لأنه صار لنا كذا سنة نتوارث هذا المكان، عندنا في الإنجيل أن هذه الشجرة لا يجلس تحت ظلها إلا خاتم الأنبياء، وأنت أنت تقول لي هذا الاسم، أو إحنا عندنا ماذا اسمه أحمد، وصحيح لأن النبي معروف في السماء باسم أحمد. قال له زين، قال له وبعد؟ قال له أكو علامة ثانية. قال له شنو العلامة؟ قال له علامته إذا كان تحت ظل الشمس وكان تحت أشعة الشمس لا ظل له، الوحيد النبي في الدنيا ما عنده ظل، كل شيء في الدنيا له ظل إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحاول ميسرة أن يخرج النبي تحت أشعة الشمس وإذا بالنبي ليس له ظل. يقول هذا الراهب اشترى كل البضاعة تبركا، لاحظ العبارة، ورجعوا. طبعا لما رجعوا النبي انطى الأموال لخديجة وأخذ أرباحه ومشى للبيت. ميسرة قص عليها القصة، قال مولاتي ترى احنا ما وصلنا إلمن إلى الشام، احنا ما رحنا للشام، شنو القضية؟ وين بعتوها؟ قال لنا القضية كذا وكذا وكذا، وهذا راهب صار لهم كذا سنة يتوارثون المكان، وقال لي عن محمد بأن اسمه أحمد
وكذا وخاتم الأنبياء إلى آخرها، ما أعرف شنو القضية. خديجة سلام الله عليها أرسلت ميسرة قالت له روح صيح لي. يقول إجا ميسرة أطرق الباب على النبي وقال له إن مولاتي تطلبك. إجا النبي لما وقف بين يديها قالت له يا محمد ما رأيك أن تتزوجني؟ شوف النبي رغم أن القرآن شو يقول عنه؟ وإنك لعلى خلق وأدبني ربي فأحسنه. اليوم عندنا في الشارع اليوم في العرف إذا وحدة تخطب واحد مولانا تصير مصيبة، مو هاي شلون وشلون جرأة عدها وأهلها يمكن ما مأدبينها إلى آخرها. بالعلم أن خديجة سوت قامت بثلاث أعمال. شنو الأعمال؟ أولا هي من خطبت النبي، هذا واحد. اثنيا هي من دفعت المهر للنبي، ها، وبعد وبدل أن يزفوها إلى بيت النبي زفوا النبي إلى بيتها. طب لاحظ العبارة شلون؟ اليوم المرأة إذا تزوجت وين تروح؟ تروح إلى بيت زوجها، النبي هو قاعد عند أبو طالب، وين يروح؟ فكان المتفق عليه أن النبي يزف إلى بيتها، كان عندها بيت راقي، كانت امرأة غنية، فزفوا النبي لمن؟ إلى بيتها، لاحظ العبارة. فامرأة عاقلة ومؤدبة وتعرف أن هذه ماذا؟ أن محمد مو شخص عادي، ها، له مكانة وتقدر ماذا تستخدم اسمه في الدنيا والآخرة. فقالت له ما رأيك أن تتزوجني؟ النبي ايش قال لها؟ قال لها أنت وين؟ أنا وين؟ أنا رجال فقير، أنت امرأة غنية. ايش قالت له؟ شوف الجواب اللي أقنع النبي، ايش قالت له؟ قالت له سوف أعطيك نفسي فما قيمة أموالي؟ أنا نفسي راح أسلمها إليك، شنو قيمة أموالي بعد؟ هواي النبي ارتاح لهاي الكلمة بأنه قالت له سوف أعطيك أسلمك نفسي فما قيمة أموالي. النبي قال خلاص نتوكل على الله، راح جمع عمامه رغم أن عمامه يعرفوه الصادق الأمين. لما قال لهم بالخبر قالوا لعل النبي ماذا متوهم بالأمر، فأرسلوا واحدة من عمات النبي قالوا له روح قصينا الخبر عن خديجة. يقول راحت لقت البيت مرتب والخدم يعملون بالزينة والترتيب. سألتها خديجة أن ابن أخي جاءني وأخبرنا أو جاءنا وأخبرنا بهذا الأمر. قالت نعم وأنا منتظرة حياكم. يقول راحت عمة النبي خبرتهم لأعمام النبي يا بتر الأمر صحيح. فقام أبو طالب وذهب. وين راح؟ راح إلى بيت خديجة إلى نوفل، يقال بأن أبوها أو عمها، المهم نوفل. يقول دخلوا عنده وخطبوا خديجة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الكتاب من غير الشيعة يقال بأنه، والله هذا ما أقدر أقول الكلمة هاي والله، بس أنا أقولها للأمانة حتى تعرف أن التاريخ هو يا مولانا التاريخ مرات يخرج عن مساره، وبعد والتاريخ مرات يكون غير مؤدب حقيقة، يعني غير مؤدب. ليش غير مؤدب؟ لأن ما كتب التاريخ بأقلام شريفة ولا بأنفاس شريفة ولا بمن ولا بأيادي لرجال لهم الكلمة والأمانة. يقولون لا، أن نوفل والمسؤول على خديجة رفض، فإجت خديجة صبت له الخمر بالليل وشربته، ولما سكر دخلت جاب النبي عمامة وقال لهم إيه هاي الصبح صحة. قال أنا ما قلت هذا الشيء. بعدين قال زحمة قدام العرب ماذا أرجع بكلامي. ما أدري والله، حتى تعرف أن التاريخ غير مؤدب مولانا.
كتب بأياد غير شريفة. لو أنه كتب بأياد شريفة لاستحى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستحى من هذه المرأة اللي يقول عنها ماذا النبي: لما قام الإسلام إلا بإثنين، بأموال خديجة وبسيف علي. ولكن هي هذا ديدن التاريخ اللي هو ماذا؟ الغير شريف المرشي اللي ما عنده ماذا؟ لا ضمير ولا إنسانية. المهم هذا كلام لا يقبله العقل. زين، يقول خطبها النبي ورجعوا للبيت. لما رجعوا للبيت قعد أبو طالب صحى: تعال يا أبا، كم هاي خديجة، خديجة إيش نعطيها من مهار؟ إيش قعد 10,000؟ خديجة بس بالشهر تصرف أكثر من أنه 10,000، فهم لازم يكون مهرها عالي، وهذا المقدار إحنا ما نقدر له. لو نجمع كل بني هاشم ما نطلع هالمبلغ، هذا مبلغ عظيم. يقول وإذا الباب يطرق، شوف إيش قد عقل المرأة هاي شارية. وإذا الباب يطرق، فتحوا الباب وإذا بميسرة. قال: أين النبي؟ طبعا النبي بعد ما مبعوث، أين النبي؟ فجاء النبي. ما الخبر؟ قال: هذه أموال قيمتها 40,000، يعني مثل اليوم ماذا؟ أكثر من 40 مليون. هذه أرسلتها مولاتي خديجة أن تدفعها لي مهرة. أخذنا أموال ودت الخديجة، وباشر قدام الوادم ادفع المبلغ هذا العالي اللي ما صاير في مكة، ما حد منطينها مهر بهذا المستوى، ادفعهن حتى تكون ماذا؟ تكون بمستوى عالي. شوف 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 ايش قد سندته للنبي. يقول النبي استقبل الأموال في اليوم الثاني، دفعها مهرا علمًا إلى خديجة سلام الله عليها. زين، وبعد تزوجها. طبعا النساء قاطع عن خديجة، لماذا؟ يقول قاطع عنها لأنهن قال لخديجة: أنت اختاريتي رجل فقير أبو طالب، وتركت أبو سفيان، أو تركت أبو جهل، أو تركت عتبة وفلان وفلان هالشخصيات هاي، ورحت إلى واحد يسمونه فقير أبو طالب، فإحنا ما عدنا كلام وياك أبدا. يقول لي أم قالت: أنا استغنيت عن الدنيا بما فيها بمحمد. طبعا هي الشخصية الثانية التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أول يوم زواج جاءت للنبي بكشف بأموالها. يقول كانت عندها حجر من الذهب والفضة، جابت بكشف كامل، قالت لي: يا رسول الله، هذه كل أموالي أنا ماذا؟ أدفعها بين يديك. شلون كلام عظيم هذا، شلون هذا، شلون هالقلب الطاهر هذا. المهم يقول النبي استقبل كل الأموال بليلة وضحاها، أصبح من الأغنياء كل الأموال. ومو بس هاي، يقول نزلت إلى مستوى، شافت النبي متواضع يأكل البسيط، ما ظلت أنه يا بأ أنت تأكل هالأكل البسيط، أنا لازم أكل الأكل الكذا، لا، نزلت إلى مستوى ذلك تلك البساطة، وبدأت تأكل الطعام البسيط رغم أمواله. شوف لاحظ، رغم أمواله. يقول يوم من الأيام وإذا بنداء، جبرائيل جاء: يا رسول الله، الله يأمرك أن تترك بيت خديجة لمدة 40 ليلة، وبعد وأن لا تكلمها ولا تراها ولا تأكل من طعام الدنيا ولا تشرب. يقول النبي بعد مطيع، خرج. وين راح؟ إلى بيت أبي طالب، بس يود المرسال اللي بينه وبينها عمار بن ياسر سلام الله عليه. يقول عمار يجي باكيا يسأل للنبي، يقول له: ها؟ يقول له: خديجة كلما نظرت إليها وجدتها باكية. يقول 40 ليلة خديجة ليل ونهار باكية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول بس الله، النبي كان يعرف بأن هناك حكمة وغاية. يقول 40 ليلة اجا من جاءوا 3 من الملائكة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يقول هذا قدم الطعام للنبي، وهذا صب على يد النبي الماء، وهذا قدم المنديل. ثم قال جبرائيل: يا رسول الله اسمع التعاليم والأوامر الجديدة، يجب عليك هذه الليلة أن تذهب إلى بيت خديجة. هذا 1. 2، صلاة مستحبة اليوم محرمة عليك، قراءة قرآن محرم عليك، وبعد ويجب عليك أن تأخذ من خديجة ما حلله الله هذه الليلة. بعد أوامر من الله. يقول إجا النبي، شايف هذا الباب الخشب؟ أكو كان قبل عصفور، ما يكون أكو جرس، عصفور، فأكو عصفور حديد خاص بالنبي، إلا فالدقة خاصة. يقول النبي ضربه، تقول خديجة: أنا بين نائمة ومستيقظة وإذا الباب يضرب. تقول تعجبت من اللي ضرب هالحديد الخاصة بالنبي. تقول قمت فناديت: من الضارب ومن الطارق؟ يقول بكل أدب وبكل تواضع قال: أنا يا خديجة محمد. يقول أنا بعد ما مصدق النبي جايني من بعد 40 ليلة. فتحت الباب، تقول نظرت إليه وإذا بدموع نازلة على خديه. الله، خديجة تقول أنا بعد ما صدق، نزلت على إيده، نزلت على أقدامه. تقول تعجبت، النبي ما طلب الماء، ما وقف إلى الصلاة. تقول لما أخذ النبي ما يأخذه الرجل من زوجته، والله ما ابتعد النبي إلا وقد حسست بفاطمة في أحشائي. أصبحت تلك الجليلة السيدة جليلة تحمل جليلة، وكوكب يحمل كوكب. يقول يمر النبي في يوم من الأيام، يسمع خديجة، حتى خدامة ما عدها خديجة، يسمع خديجة وهي تنظف ببيت النبي تتكلم. قال خديجة: مع من تتكلمين؟ قالت: لا أتكلم مع هذا الجنين، هذا الجنين يكلمني، عندما تخرج يبدأ بالكلام معي. ابتسم النبي، قال خديجة: أتعرفين ما هو هذا الجنين؟ قالت: الله ورسوله أعلم. قال لها: قد أخبرني حبيبي جبرائيل بأنها أنثى اسمها فاطمة، ذرية منها. سبحان الله، أو حقيقة، ما أن وضعت خديجة الزهراء إلى الدنيا إلا وقد أشرقت الدنيا بالزهراء. وإلا تعال أنت لما تجي إلى النبي وإلى سيرة النبي مع الزهراء، النبي لما تدخل عليه ابنته اليوم موجودة، واحد بنت عزيزة عليه يقبلها برأسها، ماذا يجلسها إلى جانبه، بس يقوم من مكانه ويأخذ بيديها، يقبل يدها ويقول لها: أهلا بأم أبيها. وهي كلمة عظيمة، وهي كلمة عظيمة هاي، أهلا بأم أبيها. يقول علي بن أبي طالب: الزهراء كانت شبيهة لرسول الله بصوتها، بمشيتها، بحركاتها، بصفاتها. يقول كانت كلها هاي كتلة مصغرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا تعال أنت البنت الوحيدة اللي ماذا؟ اللي زواجها ليس بيد والدها. اليوم عندنا بالشريعة أن الوالد أو الجد من الأب لازم يوافق، إلا الزهراء. النبي قال لهم: والله مو بيدي، أمرها بيد ربها، وليها الله مو أنا. ولهذا جاء النداء: يا رسول الله زوج النور من النور. ليش؟ إن الله قد زوج علي من فاطمة. ها علي
يقول علي بن أبي طالب يعمل في زراعة في أرض، يقول ود النبي خبر علي بن أبي طالب، يقول أنا متعجب الناس الصحابة كل اللي يشوفني يقول يبتسم بوجهه ويقول لي بخن بخن لك يا علي. طبعا الإمام علي كانت طبيعته إذا جلس بين يدي النبي يضع ماذا؟ عيناه على الأرض، وبعد ولا ينطق بكلمة حتى يستأذن من رسول الله. فقال له النبي يا علي أترغب، عندك رغبة بالزواج؟ قال نعم يا رسول الله. قال سوف أزوجك فاطمة، فاطمة سيدة نساء العالمين، عندك أموال؟ يقول أطرق برأسه، قال لا والله لا أملك مالا، أنا أموال ما عندي، أنا ما عندي غير درعي وسيفي، ممكن أروح أبيع درعي؟ يقول النبي قال له خلاص روح بيع الدرع هذا وجيب أمواله. والنبي طلع أموال اللي عنده، شو اشتروا للزهراء؟ بالله عليك شو اشتروا للزهراء؟ النبي يقول إذا كنت أشتاق إلى رائحة الجنة أشم فاطمة. الله أكبر، شنو مولاي اشتروا لها؟ اشتروا لها ثوب واحد، النبي اشترى لها ثوب جديد، وبعد وكذلك هالكنبة هاي اللي ينامون عليها من سعف النخيل وبعض الأواني الجديدة هاي اللي جابوها لمن؟ جابوها إلى بيت علي. أم سلمة تقول عند الصباح ثاني يوم لما زفينا فاطمة، النبي يقول الإمام الصادق يقول اللي زفها ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وآلاف من الملائكة. الله. وبعد وأم سلمة وغير أم سلمة، أم سلمة تقول الزهراء مثل بنتي، الصبح جيت أطمئن عليها وجدتها باكية، فقلت لها بني مالي أراك باكية؟ قالت أماه يا أم سلمة قد أبكاني عليا. السوى عليه؟ قالت لها يا أم سلمة الليل كله ساجد إلى الله باكية يشكر الله على هذه النعمة بأنه ارتبط بالزهراء. تقلها يا أم سلمة وبعد أكو شيء أبكاني، شنو اللي أبكاج؟ تقول لما أضع رأسي على الوسادة أسمع صوت من داخل الأرض ينادي بخن بخن لك يا فاطمة بعلي، وبخن بخن لك يا علي بفاطمة. سبحان الله، عاش مع الزهراء. يقول إلى أن خرج النبي من الدنيا وقال لها بني بني يا نور عيوني لا تزعلي، أنت أول الأشخاص اللي راح يلتحق بي. بس ما خبرها شلون، ما قال لها راح يجون ناس يقفون على الباب يقولوا للناس، يقولوا لبعض المسلمين، يقولوا له عاف البيت فاطمة. يقول وإن يكن، تدري اللي إجاو مولانا أكثر من 10 ولكن انسحبوا، لأن باب فاطمة خط أحمر لا يمكن ماذا تجاوزه. يقول وضعوا الحطب عند الباب. الزهراء إيش قد عمرها؟ هي تزوجت عمرها 9 سنوات وبعد، وخرجت من الدنيا وعمرها 18 سنة. يقول وضعوا عند الباب الحطب، يقول لما كسروه الشيخ المفيد يقول لما عصروا فاطمة سلام الله عليها، يقول أحس ذلك الرجل بأنينها وصراخها وبكائها، فصاحت يا فضة اسنديني والله يا قد أسقطوا جنيني. اتقل أبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، والله حسبي الرجس من لذت خلف الباب، أوصرني واسقط المحسن أو صدر عاب أو ضلع انكسار أو جنيني أيست منه
يقول سقطت الزهراء على الأرض مغمى عليها، تقول فضة ربطوا عليا وهو ينظر إلى الزهراء، ينظر إليها وينادي ومصيبته. يقول أخذوا علي، يا اللي قعد مع الزهراء، تقول قعد الحسن عمره 6 سنوات يقبل بيدين أمه، أمه كلميني يا نور عيني، تقول أسمع ولكن الحسين قتلني. ماذا فعل يا أسماء؟ تقول وضع قد على ضلع فاطمة وصاح أمه كلميني أنا حبيبك الحسين. يقول استيقظت الزهراء، صاحت بني حسن، بني حسين أين أبوكم علي؟ قالوا له أمه قد أخذوه. المن أخذوه إلى مسجد رسول الله. الزهراء بهاي الحالة يقول وضعت خمارها على وجهها وأخذت الحسنين تنادي اتركوا بعلي وإلا رفعت حجابي. رجع ذلك اللعين ضربها بالصوت على ظهرها. وبعد يقول الحسين لطم أمي على عينها. شوف الحسين يكلم زينب يوم العاشر، تدري شو يقول لها؟ يقول لها زينب اكو كلمات انا ما قايل لك بيهن، ضامن عليك. قالت له شنو حسين؟ قال لها هذا اللعين لما ضرب امي على عينها، امي كانت متوجهه الى المسجد، توجهت الى جهه اخرى، فقلت لها امه الى اين انت ذاهبه؟ قالت الى مسجد رسول الله. فقلت لها أمه إن المسجد خلفنا. قالت حسين لا تلمني إن الرجل ضربني على عيني. شو الكلام عظيم هذا؟ وبعد يقول زينب انفجرت بالبكاء، قال لها لا بعد أكبر. شنو حسين؟ قال لها لما ترك والدي، يقول الحسن كان بيد أبي علي وأنا كنت بإيد أمي، تقول لي يقولها زينب نزلت الزهراء أمي همست بأذني قالت لي بني حسين لا تخبر والدك علي بأن الرجل لطمني على عيني. قال أمه لماذا؟ قالت بني حسين أبوك علي يموت إذا سمع أن الرجل لطمني على عيني. يقول رجعت الزهراء للبيت بعد ذلك العناء، يقول بقت تشكو إلى رسول الله في كل يوم. يوم من الأيام يقول بدلت للحسنين، قالت حسن ضع يدك على يد الحسين. ليش أمه؟ قالت أنا اليوم متعبة، اذهبا أنتم لقبر رسول الله. يقول راحوا، تقول أسماء والله قتلني الحسين. ماذا فعل يا أسماء؟ تقول رأيت الحسين وصل عند الباب، التفت إلى أمه وصاح ومصيبته وأمه خرج. فالتفتت الزهراء المن إلى خديجة، إلى أسماء، أسماء أنا سوف أدخل الغرفة وأقرأ القرآن، فإذا انقطع صوتي فناديني، فإن لم أجيبك فاعلمي أنني فارقت الحياة. تقول أسماء والله كنت أسمع صوت فاطمة لحظات، انقطع صوتها ناديتها يا زهراء يا أم الحسن والحسين، فلم أسمع جوابه. تقول دخلت عليها، تدريش لقتها؟ تقول وجدتها قد وضعت خمارها على وجهها، وبعد ويدها اليمنى على ضلعيها. تقول بينما أنا هكذا وإذا الباب يطرق، اسمع يا موالي، وإذا الباب يطرق فتحت الباب وإذا بالحسين دموعه على خده ينادي أسماء
عمالي لا أشم رائحة أمي فاطمة. أنا أمي ما أشم ريحتها ليش؟ تقول أحس بالمصيبة، تقول أسماء دخل الحسن جلس عند رأس أمي. أمه ذهبنا إلى قبر أبينا رسول الله، تقول ولكن الحسين جلس عند أقدامها، رفع قدميها وضعهما على خديه وصاح أمه كلميني أنا حبيبك الحسين. أمه يا كلميني قبل أن تخرج روحي من بدني. ناداه الحسن أخي حسين عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. يقول طلع خرج يتصارخان، بعض المسلمين قالوا يا أبناء رسول الله هل تذكرتم رسول الله؟ قالوا لا والله، ولكن اليوم قد ماتت أمنا فاطمة. يقول وصل الخبر لعلي، تدري الصارب علي؟ يقول سقط على وجهه ثم قام من مكانه وذهب إلى البيت مهرولا حاف القدمين مكشوف الرأس. تقول أسماء أول مرة أشوف علي بهالحالة هاي، السوى. تقول جلس بين يدي فاطمة كجلوس اليتيم بين يدي أمه، يقبل بيد فاطمة يقول لها فاطمة لا تتركيني في هذه الدنيا وحيدة، والله دق الليل اشتهي زين مردت جبدتي يا بحسن الله. يقول هنا سلمان المحمدي، كلمة الدعاء بالله عليك، يقول سلمان المحمدي دخلت على علي بنفس ليلة وفاة الزهراء، يقول لقيت علي يهيل التراب على رأسه وينادي ومصيبته. سألت يا أمير المؤمنين إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال اي والله يا سلمان، ولكن قتلني الحسين. ماذا فعل يا علي؟ يقول له سلمان، يقول له سمعت أنينا عند الباب، عند باب الدار، اجيت لقيت الحسن جالس والحسين نائم على صدره. يقول له أخي حسن الآن أصبحت يتيما. يقول ردت أجبر خاطرهم، ناديت حسن، حسين تعالى وتزودا من أمك ما فاطمة. يقول لي يا سلمان لما صرق الحسين على صدر أمه ورأيت فاطمة قد حنيت وعنيت واحتضنت الحسن والحسين إلى صدرها، يقول لي يا سلمان سمعت ملك من السماء ينادي يا علي ارفع الحسنين، والله قد بكى أهل السماء. وبعد يا علي، هاي وصية الزهراء، أنا أحب أن أرغب بقراءة القرآن عند قبري في كل ليلة. يقول علي أول ليلة بديت أقرأ القرآن، يقول أخذني النوم وإذا بفاطمة جاءتني، يقول دموعها على خدي يا علي لا تأتي بعد هذه الليلة، أنا ما أريد أحتجي بعد هالليلة هاي. ليش فاطمة؟ هاي كانت رغبتك. قالت لعلي الآن قد استيقظت ابنتي زينب وهي خائفة في البيت. يقول علي استيقظ ذهب إلى البيت مهرولا، دخل إلى بيته وجد زينب جالسة على فراش أمها تنادي أمها أنا خائفة يا نور عيني، والله يا بيت أريد أبكي ونوح بي يا بيت وعلى الكسرة وضلعها وغصب، والله يا بيت
يا بيت يا ام حسين تبجح ليك يا بيت اظن هل انسبت بالغاضريه يا واظن هل انسبت بالغاضر يا ضري يا الله إلهنا بالزهراء إلهي بقدسية الزهراء اللهم اشفي لنا مرضانا واقضي لنا حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة إلهي بقدسية الزهراء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته إلهي ولا غائبا إلا أرجعت إلى أهله سالما غانما بحق محمد وآل محمد إلهي أحفظ هذا البلد بأهله بنسائه برجاله من كل سوء يا الله واحفظ بلاد المسلمين بحق محمد وآل محمد والفاتحة مع الصلاة.